في جلسة تأليم تقيمها مؤسسة الحوار الإنساني بلندن، نؤذن بها فقيد العراق والعالم العربي والإسلامي سماحة العلامة الدكتور السيد محمد بحر العلوم. في البدء نقول كلمة مقتضبة عن سيرة الفقيد، بالرغم من أنه أشهر فنان على علم. فنقول ولد الدكتور السيد محمد علي هادي بحر العلوم في 17/1/1927 بمدينة النجف الأشرف في العراق. تحصيله العلمي والأكاديمي أكمل الدراسة التقليدية في المدرسة العلمية في حوزة النجف، ثم توجه للدراسة الأكاديمية فحصل على بكالوريوس في العلوم الإسلامية العربية الإسلامية من كلية الفقه في النجف جامعة بغداد، ماجستير في الشريعة الإسلامية. أكمل رسالته في معهد الدراسات الإسلامية جامعة بغداد 1969. وقبل مناقشته حكم الظروف السياسة بترك العراق وبقيت معلقة، ثم حصل على الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الإلهيات جامعة طهران عام 1970، وحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1980. أما في مجال الخبرات فقد درس علوم العربية والفقه في الجامعة العلمية في النجف، ودرس التفسير في كلية أصول الدين بغداد 67-69، وعمل قاضيا للأحوال الشخصية في الكويت من عام 71 إلى عام 77. مؤسس مركز أهل البيت الإسلامي في لندن من عام 80 إلى 2003، ومؤسس معهد العلمين للدراسات العليا 2007 في النجف الأشرف. الجانب الثقافي، إلى جانب دراسته العلمية كان سماحته إلى جانب الدراسة العلمية التقليدية والأكاديمية، فاطلع سماحة العلامة الدكتور محمد بحر العلوم بعلوم أخرى لها أثرها في تكوين شخصيته العلمية والأدبية. فهو كاتب إسلامي أنجز ما يفوق على 100 مؤلف من الكتب والدراسات والشعر والتاريخ، وقد شارك في عدة مؤتمرات علمية وإسلامية وله نشاطات ثقافية نذكر منها: شارك في تأسيس جمعيات ومؤسسات دينية وعلمية وأدبية في العراق، فهو عضو في جمعية منتدى النشر منذ عام 1958، جمعية الرابطة الأدبية في النجف حيث كان رئيسا لها منذ عام 67 حتى عام 70، عضو في جمعية الكتاب والمؤلفين العراقيين منذ عام 60، عضوا مؤسسا في أسرة الأدب اليقظ في النجف، عضوا مؤسسا في جمعية العتبات المقدسة عام 66، عضوا مؤسسا في مؤسسة الإمام الحكيم الثقافية في النجف عام 65، أسس مؤسسة بحر العلوم الخيرية عام 2004 للأعمال الثقافية والإنسانية في النجف. كما شارك في مؤسسات علمية وأكاديمية، فهو عضو كلية الفقه في النجف الأشرف منذ عام 60، وعضو كلية أصول الدين في بغداد جامعة بغداد عام 64، وهو عضو مؤسس في مشروع جامعة الكوفة المنحلة عام 66، كما أنشأ دورات ثقافية مبرمجة بين عامي 60 و69، ومن مؤسسي الدورة العلمية الخاصة للإمام الحكيم عام 64. نشأته السياسية كان محورا رئيسيا في دائرة مرجعية الإمام الراحل السيد الحكيم، التي مثلت قطب الرفض لسياسات الحكومات التي توالت على حكم العراق بدءا بثورة تموز عام 1958، مرورا بانقلاب شباط 63، وصولا إلى انقلاب تموز 68، حيث تحول هذا الرفض إلى أزمة سياسية
قوبلت من قبل نظام البعث بقسوة وعنف وبملاحقة رجال الفكر والعلم والسياسة، وبحكم علاقته وصلاته مع العشائر العربية والشخصيات السياسية، ولكونه أحد أركان مرجعية الإمام الراحل الحكيم، طرد من قبل النظام السابق وصدر بحقه حكم الإعدام، فاضطر للرحيل خارج العراق عام 1969. تنقل في العديد من دول العالم حاملا هم الوطن على راحتيه، حتى استقر به المقام في لندن عام 1980 ليبدأ مرحلة سياسية جديدة، مكثفا عمله مع إخوانه السياسيين العراقيين في كشف جرائم النظام البائد وممارساته العدوانية تجاه الشعب العراقي. شارك مع قيادات عالمية دينية واجتماعية بتأسيس رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية بلندن عام 1985، حيث يهدف المشروع إلى تجميع الجهود الشيعية في كل أنحاء العالم والتعريف بهم والمطالبة بحقوقهم، كما قام بالاشتراك مع الشهيد سماحة السيد مهدي الحكيم بتأسيس مركز أهل البيت الإسلامي في لندن عام 85، والذي شكل معلما سياسيا واجتماعيا وثقافيا للجالية العراقية في بريطانيا وعلى مدى عقدين من الزمن، كما كان أول رجل دين عراقي سياسي يوقع مع مجموعة من السياسيين العراقيين وثيقة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق عام 1988. كان إصدار هذه الوثيقة الأول من نوعه لتسليط الضوء على ظلم واضطهاد النظام البائد للشعب العراقي وانتهاكه لحقوق الإنسان في العراق، وأدت إلى تحشيد رأي عام عراقي وعالمي ليقود إلى إعلان قيام تحالف سياسي عراقي عريض هو المؤتمر الوطني العراقي، وإقامة أول مؤتمر له في فيينا النمسا في حزيران عام 1992، وكان عضوا في قيادة الوفد إلى جانب السيدين مسعود برزاني والسيد جلال طالباني الذي مثل المؤتمر الوطني العراقي، وقاموا بزيارة الإدارة الأمريكية في واشنطن لعرض أفكار ورؤى المؤتمر. كما كان سماحة العلامة عضوا بارزا في إقامة المؤتمر الواسع للمعارضة العراقية الذي نظم في صلاح الدين كردستان العراق تشرين أول 1992 باعتباره أول عمل من نوعه في تاريخ المعارضة العراقية، ضم أحزابا إسلامية وإسلاميين مستقلين وليبراليين وشيوعيين وأحزابا كردية تحت عنوان المؤتمر الوطني العراقي الموحد، وانتخب المؤتمر قيادة رئاسية ثلاثية مؤلفة من السيد بحر العلوم والسيد البارزاني واللواء المرحوم حسن النقيب. استمر سماحته في نشاطه السياسي طيلة أعوام التسعينات إلى جانب إخوته العراقيين بإقامة الندوات والمؤتمرات في بريطانيا وأمريكا والشرق الأوسط، حتى كان مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن كانون أول 2002 ليكون المؤتمر الأخير للمعارضة العراقية المنعقد خارج الوطن، ويمثل انطلاقة فعلية لإسقاط نظام البعث في نيسان عام 2003. عاد إلى الوطن في نيسان 2003 أثر سقوط النظام السابق، فحط رحاله بعد غياب عن الوطن استمر لمدة 34 عاما، واختير في تموز من نفس العام 2003 عضوا في مجلس الحكم إلى جانب رموز النخبة السياسية العراقية ليكون أول مجلس سياسي لإدارة حكم البلد، وكان أحد أعضاء الهيئة الرئاسية التس التي رأست مجلس الحكم، كما كان أول رئيس مؤقت لمجلس الحكم تموز آب 2003 ورئيسا دوريا لمجلس الحكم في آذار 2004، وكان سماحته عضوا في المجلس الوطني العراقي المؤقت حزيران كانون أول 2004 الذي يعتبر آخر نشاط له في الحياة السياسية، إذ تقريبا اعتزل العمل السياسي بعدها وتفرغ للبحوث العلمية والعمل الخيري في النجف. رحم الله العلامة الفقيد الدكتور السيد محمد بحر العلوم. نكمل جلستنا التأذينية بكلمة مؤسسة الحوار الإنساني يقدمها الأستاذ غانم جواد
مدير مؤسسة الحقوق الإنساني بلندن في بيت فضل. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أكن أتصور في يوم من الأيام وأنا أقف مؤبنا لشخصية كبيرة أثرت في حياتي كثيرا، شخصية السيد المجاهد محمد بحر العلوم. حقيقة كان لي أب كنت ألجأ إليه في الكثير من المهمات عندما تداهمني الخطوب، خصوصا في أوائل أيام قدومي إلى بريطانيا. تعلمت من الرجل الكثير من السجايا والكثير من العادات الحميدة التي اطلع بها، ولعل أهم ميزة ميزته في العمل السياسي هو الانفتاح على كافة القوى والفعاليات السياسية. أنا لا أريد أن أتكلم عن الجانب السياسي، ولكن أتكلم عن محمد بحر العلوم كإنسان. هذا الإنسان الذي فاضت فيه الجوانب الخيرية والخيرة فدمغت صفاته وطبعت سجاياه. أتذكر وأنا أقف بين أيديكم لم تبقى لنا كلمات نعبر عنها سوى أن نعيش الذكريات لوحدنا، نشتبرها مرة بعد أخرى لنواسي بها أنفسنا بفقدان سماحته. في البداية في عام 89 اسم السيد بحر العلوم كبير في العراق، ولكن كشخص السيد بحر العلوم لم ألتقي به إلا في لندن، إلا أن نجله الكريم السيد إبراهيم بحر العلوم هو صديق العمر منذ السبعينات عندما قدم من النجف الأشرف إلى بغداد لدراسة هندسة النفط في كلية الهندسة ببغداد، وكان يقيم معي في إحدى عمارات في بغداد، في إحدى العمارات في بغداد، عمارات السكنية. لذلك كانت تربطني مع نجله الكريم علاقات وثيقة انتقلت في عام 89 وأنا أشاهد هذه القامة الكبيرة السيد محمد بحر العلوم بشخصه وبلحمه، وأدخل معه في نقاشات فاضت فيها روحه الخيرة على أي اعتبار. سألني سؤال الأب لابنه: كيف حالك؟ إيش قاعد تسوي هنا؟ إيش راح تسوي؟ كسيدنا أنا جديد هذا البلد، دعني أهيئ نفسي لهذا. قمنا نتجاذب أضراب الحديد، هممت بالخروج وإذا به يدس بين يدي مبلغا من المال. لم أكن قد طلبته منه ولم أكن أتصور أني بحاجة إليه. قلت له: سيدنا أنا ما محتاج، الحمد لله عندي. قال لي: لا، أنا أبوك، أخوك الكبير، تقبل مني هذه هدية لأنك أنت غريب في هذا البلد إلى أن تفتح عينيك.
هذا الجانب الإنساني أفاض علي كثيرا عندما رجعت إلى البيت. كنت أفكر كيف يمكن أن أتعامل مع هذه الشخصية الفذة. مع مرور الأيام اندمجنا بشخصه منذ عام 89 إلى يوم فراقه ومغادرته هذه الحياة. مدة طويلة عشناها مع سماحة السيد، تعلمنا منه الدروس الكبيرة. كان يستدعينا أحيانا عندما يضيق صدره ويطلب أي موضوع لنتناقش فيه ونتجادل أضرار الحديد. أذكر في مرة من المرات وأنا جالس وإذا مجموعة من السياسيين دخلوا إلى بيت السيد، كانوا على موعد سابق، أنا لم أعلم أنه كان داعي، وبدأ الحديث في وضع العراق. كما تعلمون كان هو قطب الرحى هنا في لندن في تلك الفترة، فترة التسعينات. حدث اختلاف في تلك الجلسة. أذكر أن أحد الأطراف أو أحد الشخصيات المحترمة الأستاذ صبحي الجويلي كان ممثلا على الحزب الشيوعي العراقي، وكان أحد الأشخاص أيضا جالس بالاتجاه المغاير من البعث السوري، البعث العراقي المقيم في سوريا. حدث صراع حول ولاية الفقيه ومفهوم ولاية الفقيه. في تلك الجلسة أتذكر جيدا أن صبح الجميلي ختم الجلسة بأن الحزب الشيوعي وليه الفقيه سيد محمد بحر العلوم. هذه الإشارة تدل على مدى انفتاحه على الآخرين. دخلت معه في نقاش حول المفهوم الديمقراطي. سيدنا أنت شلون عالم دين ديمقراطي؟ عالم الدين غير يعني لا، ليست له هذه السمة الديمقراطية. أخذ يشرح لي وجهات نظره حول الأوضاع السياسية وحول الموضوع الديمقراطي بالذات، لأنها كانت مسألة في غاية الحساسية في تلك الفترة، في فترة التسعينات مع هبوب رياح الديمقراطية في العالم. دخلنا في نقاش إلى أن اتضح لي أن السيد يملك رؤية، هذه الرؤية يحاول أن يجد لها توافقا دينيا. اتفقنا على أن يمكن أن نسميها بالديمقراطية الدينية، وهو بدأ بالكتابة بهذا الموضوع، أن في الدين هناك مجالات للجانب الديمقراطي، لكن مشاغله كثيرة وأعماله كثيرة جعلت استكماله لهذه البحوث مؤجلة إلى معهد العلمين الذي تأسس هنا في كلافرن نورث في لندن في مركز أهل البيت، ثم انتقل مع انتقاله إلى النجف الأشرف. تتزاحم في ذهني الكثير من الذكريات والقصص الظريفة والقصص ذات العبرة. أذكر مرة كنا في صراع مع النظام الصدامي في عام 1990، على وجه التحديد في أبريل نيسان 1990 نظم تشاتم هاوس معهد الدراسات الملكية مؤتمرا عن العراق في التسعينات بعد الحرب العراقية الإيرانية. كان
وكيل وزير الخارجية العراقي آنذاك، هذا الشخص اللي كان سفير العراق في واشنطن مصاب بالسرطان الدم. مشاط؟ لا مو المشاط. نزار حمدون. نزار حمدون كان رئيس الوفد وعدد كبير من دخلنا. طبعا سماحة السيد لم يكن في المؤتمر وإنما كان الدكتور الشبلي الملاط وجمع غفير والدكتور برهم صالح والدكتور صاحب الحكيم وجمع آخر من المعارضة العراقية في عام 1990 بالضبط. بدأت قضية بازوفت، هذا الإيراني الذي أعدم في العراق وهو مراسل صحيفة الأوبزيرفر، وبدأت في تلك الفترة. فأراد النظام الصدامي تحسين الصورة وعدم إيقاف مسلسل الانتهاكات التي بدأت تنشرها صحيفة الأوبزيرفر في تلك الفترة. الذي حدث أن الدكتور شبلي الملاط تكلم عن المعارضة العراقية. عندما تكلم عن المعارضة العراقية أورد اسم السيد سماحة السيد محمد بحر العلوم كشخصية عراقية معارضة مقيمة هنا. نزار حمدون انفعل كثيرا عندما سمع بهذه الشخصية، حاول أن يتدخل في المداخلات لكن مدير الجلسة أوقفه وحدثت مشادة كلامية يعني بأدب ليس بعنف داخل المؤتمر حول شخصية السيد محمد بحر العلوم. هو يتهمه بأنه هذا الرجل خارج عن النظام متآمر، لا أذكر العبارات. والدكتور شبلي الملاط يشرح صفة هذا القائد السياسي العراقي المحنك السيد بحر العلوم. على العموم هناك العديد من الذكريات وهناك العديد من الحوادث التي عشناها مع سماحتي. نحن هنا في مؤسسة الحوار الإنساني أقمنا هذا المجلس التأبيني، سيحييه عدد من محبي سماحته ممن نسجوا معه علاقات وذكريات حفرتها ذاكرتهم. سوف يتناولون أبعاد هذه الشخصية، ولكني أقول في نهاية هذا الحديث وربما إننا شهدنا رحيل آخر القادة التاريخيين لحركة الإسلام الدين السياسي الواعي في العراق. لا أعتقد أن شخصاً عاصر تلك الأحداث منذ الأربعينيات إلى الآن من هو على قيد الحياة. لعلنا فقدنا آخر القادة التاريخيين. السلام عليه يوم ولده ويوم ماته ويوم يبعث حيا. ونود في هذه اللحظة أن نقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. الفاتحة. شكرا جزيلا الأستاذ غانم جواد، أوجز وأنجز في ذكر نقاط مهمة في مسيرة العلامة الراحل السيد الدكتور محمد بحر. ونستمر في استذكار وتأبين العلامة الراحل، ويقدم الأستاذ جعفر الأحمر شهادته. فليتفضل. السلام
السلام عليكم. قيل الكثير وسيقال أكثر في الفقيه الغالي سماحة السيد محمد ضاحي العلوم، ولا شك أن للحاضرين أو معظمهم وكل واحد منهم علاقة قريبة أو بعيدة من سماحة السيد تركت أثرا طيبا أو ذكرى طيبة لديه. وأنا بدوري كان لي علاقة أعتقد يعني مثل معظم الموجودين مديدة امتدت منذ عام 1985. سيقال كثير عن خصائص وصفات الفقيد، لكن أقول عن تجربة أن صفة التواضع، العلماء مشهورون بالتواضع، فهي تجسدت بسماحة السيد محمد ضاحي العلوم. كنا نلتقي السيد ضاحي العلوم في مناسبات عديدة، نتشاور، يعني هو يستشيرنا ونحن نستشيره. مصداق التواضع لديه كان أنه لا يتورع عن سؤالنا دائما، كان يسأل، وهذه صفة لا نراها يعني كثيرا عند المفكرين والعلماء، يعني ولو معظم العلماء مشهورين بالتواضع، لكن عند سماحة السيد كان دائما يسأل ما رأيكم بهذه القضية، ما رأيكم بهذه المسألة. لكن أهم حادث ترك في نفسي أثرا لا ينسى عن تواضعه ما حصل عام 2010، عندما جاء إلى لندن لإجراء عملية في قدمه. زرته في منزل في لندن بعد العملية ليلا، وهو كان يحب أن نلتقي ليلا، وكان يحب أن يستمع بصراحة لمواقفنا، وبعض الإخوة الموجودين يعرف هذه الحادثة ربما. احتد النقاش مع سماحة السيد كثيرا هذه الليلة، وابتدى إلى منتصف الليل. ومعروف عن سماحة السيد أن له يعني أحيانا يحتد في النقاش، لكنه احتد كثيرا في هذه الجلسة، وتركته بعد منتصف الليل. في صباح اليوم التالي اتصل بي أحد أقاربه كان معي في السهرة في هذه السهرة، وقال لي أن سماحة السيد يريد أن يزورك في المنزل اليوم. قلت أهلا وسهلا، بس عجبا ماذا حصل؟ يعني أمس كنت زرته في منزل حيث يقيم، ويعني ما الجديد؟ ماذا يريد؟ أهلا وسهلا. قال لا ليس هناك شيء مهم، لكن قريبي، لا أريد أن أسميه، قال شعر أنه احتد كثيرا في النقاش معك، وخشي أن تكون قد يعني تضررت معنويا من الحدة في الكلام، فيريد أن يأتي ليزورك في البيت كي يعتذر لك عما حصل أمس. يعني من هو العبد المتواضع أمام سماحة السيد كي يأتي إلى منزلي ليعتذر؟ علما أنه كان يزورنا من وقت إلى آخر. لكن هذه الحادثة فعلا جسدت أفضل تجسيد معنى التواضع عند العلماء، عند سماحة السيد جسدها بشكل عملي، بالإضافة إلى يعني السبب الأساسي الذي جسد هذا هو كان يسأل دائما، وعندما يسأل كان يسمع رأينا، والرأي والحوار سيما كانت عند سماحة السيد تعبر عن سعة الصدر والتواضع. هذا ما أريد أن أشير إليه في هذه الجلسة، وأترك الشهادات، لابد أن الآخرين لديهم شهادات، أتمنى لهذه الشهادات أن تجمع لاحقا وتتولى جهة ما صياغتها وكتابتها وتوثيقها للأجيال المقبلة، على الأقل لكي نعطي سماحة السيد الفقيد بعضا من حقه علينا، بعضا من الجهود التي بذلها لمصلحة العراق كما نعلم جميعا، عسى أن نفيه بعض هذا الحق.
وشكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا الأستاذ جعفر عمر، شكرا جزيلا لهذه الشهادة، ونستمر في تقديم شهادات تأبين سماحة العلامة الدكتور محمد بحر العلوم. نطلب من الأستاذ فاروق رضاعة تقديم شهادته. بحزن وأسى رحل عنا وبصمت صديقي ورفيق دربي في العمل السياسي السيد بحر العلوم. قسوة الحياة أن تفقد صديقا وثقا ووثقتا في هذا الزمن الأكبر حيث المقاييس قد ضاعت، ومن سوء حظي أن أفقده مع كبرة أخرى. أتكلم عن السيد بحر العلوم وكما قلت بحزن وأسى، ولكني باعتزاز أقول لأني عرفته مناضلا وطنيا ومن قلائل الذين عملوا في المعارضة العراقية في الخارج الذي لم يعجز ولم يقل لحظة واحدة. تراه في لندن، شيكاغو، بيروت، دمشق وغيرها من مدن العالم يحاول أن يرفع الحماس في هذه الجالية أو تلك، يقابل هذا أو ذاك من الناس، يطرح وجهة نظره من حيث يقول الوطن للجميع ومسؤولية إنقاذه مشترك. ينادي لماذا لا يطبقون توصيات فانشتويل المساندة للشعب العراقي ويطبقون قرارات اللجنة البحث. يطالب اليونسكو للتدخل من أجل إيقاف تجفيف الأنهار، ويدعو العراقيين للتضامن مع سكان العراق في منطقة الأحوال. ولم يكن يوما واحدا عن العمل في سبيل القضاء على النظام الدكتاتوري، حيث يقول ألزمت نفسي وأنا رهين الغربة بعيدا عن الوطن أن أناضل في سبيل وطني وبأية وسيلة متاحة لي، ومن الطبيعي أن أجند الإمكانيات الفكرية لهذا المشروع المقدس. صدفة وأنا أتنقل من فضائية إلى أخرى شاهدته على الفضائية الكويتية وفي الدقيقة الأخيرة من البرنامج، وكان هناك رقم للاتصال واتصلت وقال مقدم البرنامج انتهى الوقت، ولكني أخذت لك موافقة تمديد بضع دقائق. وكلمت السيد وما أتمنى عليه من نشاط في العراق بعد سقوط النظام، وهنا قال وما الذي تفعله باقي في لندن يا رفيق الدرب، تعال لنعمل سويا. هكذا وببساطة متناهية يوجه نداء لي وأنا شخصية ليست بالمرموقة، يناديني رفيق الدرب ويطلب مني العودة للعراق للعمل معه. لم أوعد بشيء ولم أذهب لأسباب ليس هذا الوقت المناسب لها، ولكني كنت حقا رفيق دربي في العمل السياسي، حيث كنت عضوا في لجنة التنسيق الوطني المشكلة من برئاسة سماحتي وعضويتي وعضوية ممثل الحزب الشيوعي والشيخ سامي عزارة وآخرين، كنا حوالي 9 أشخاص، وكان هو منسق عمل هذه اللجنة، ولهذا كنت ألتقيه باستمرار يتساءل ما الذي نعمله في المرة القادمة وما هي الطاعة. وفي يوم من الأيام قال لي
ألاحظ أن عدد السيدات الحضور في ندواتنا في مركز أهل البيت قليل جدا. قد يكون من قسم منهم لا يرغب في وضع رقعة على الرأس أو غيرها من قضايا، ولهذا لا يحضر. قد حسنا لنؤجل قاعة أخرى ولا يحتاج أن يضع أي شيء على رؤوسهم. قال أنا أدفع، قلت أنا أيضا أدفع. وقال يكمل المبلغ الشيخ سامي الزهراء. وهكذا جمعنا مبلغ 600 باوند وأجرنا قاعة الكشافة في كرومول رود، وأقمنا فيها ندوة على ما أذكر كانت حول الجواهر أو ودوره في السياسة، يعني فيها سياسة وفيها تاريخ. ولكن مع الأسف حول النسر كانت أيضا قليلة، وفي اللي يتم التاريخات بس قد خسرتنا فلوس، دفعنا فلوس حتى يجوني وما جوي. قلت لها شو اسوي يعني؟ نلقي حجة أما مشت الحرب. وفي يوم من الأيام وفي مركز أهل البيت الإسلامي، وكان سمع هذه على المنصة، وسمعت ضجة في باب المركز في القاعة الداخلية، في باب القاعة الداخلية. فخرجت لشاهد، وكان هناك مجموعة من شباب الحزب العمالي الشيوعي العراقي، نساء وشباب، ويودون الدخول، وأحد الإخوان في الباب وما نسمح للنساء يدخلون لازم يتحجبون، وصار ضجة. فناداني سيد فلحت قلت القضية هيك، قال كل جابه تفضل ادخل. المرة هم بيدوا بينهم، قالوا لا احنا واحد من عندنا وقف بالباب وألقى فجر جلودية لمدة 3 أو 4 دقائق. السيد يقول تفضل وقال احنا نروح. فترك القاعة. هذا يعطي انطباع انهم سمحت السيد كان يريد ان يسمع، كان مستعد ان يتسامح حتى في قضية دخول النساء إلى مركز أهل البيت أن يضعوا الحجاب على الرأس. المهم أنه يكسب صداقة الآخرين، يكسب عمل الآخرين في عمل المعارضة العراقية. عندما تم تأسيس اتحاد الديمقراطية العراقية في سنة 1990 وعقد المؤتمر الأول، ذهبت إلى سماحته وطلبت منه المساهمة في المؤتمر. لا تطردني سعيد، ما يبني هو تريد تلقي الكلمة ما تدفع، ما تريد تلقي الكلمة تفضل أخر ولو 5 دقائق. فسمحت السيد حضر وألقى كلمة، واستمر في حضور جميع مؤتمرات اتحاد الديمقراطي ما دام كان موجودا في العراق. وبالحقيقة هو أصدر كتاب حول العمل السياسي، وإذا ترجعون لهذا الكتاب عنوان مالته 1990 إلى 2003، هاي الفترة الزمنية، تلاحظون في الكتاب العديد من الكلمات اللي ألقاها في مؤتمرات الاتحاد الديمقراطي، المؤتمر الخامس، المؤتمر السادس، المؤتمر السابع. فكانت مساهمة فعالة، وكانت هناك رغبة في تشجيع الاتحاد الديمقراطي عن العمل السياسي. وكنا يعني هناك نقاش حول موضوعات الديمقراطية تكلم عنها الأستاذ فرانك جمال. أنا ما أعتقد كان عنده مشكلة في موضوع الديمقراطية، هو عنده رؤية خاصة، وهذه الرؤية كان يتوافق بها مع الفقيد الشيخ محمد مهدي شمس الدين، اللي أيضا كان عنده نفس وجهة النظر في مفهومة الديمقراطية والتعامل في المجتمع من خلال من موقع إسلامي ومن موقع ديمقراطي. ولهذا ما كان عندنا مشكلة في التعامل والعمل مع سيادة. كان رحمه الله متواضعا إلى درجة كبيرة، وذكروا الإخوان هذا الموضوع، وما بس تواضعهم كان تواضعهم قلة أقل منهم شأن متعجرفين لا تستطيع الكلام معهم. أما هو
فتستطيع أن تبحث معه أي نقطة تعتقد بجديتها وأهميتها وبكل صراحة. لم في يوم من الأيام وأنا ألتقيه دائما تجبت من طرح أي موضوع عليه. الأدب وفي حدود الاحترام وفي حدود العمل المشترك الإنسان يتعامل مع ذلك. أذكر قضية في هذا الموضوع. في عام 1987 دعا الاتحاد الديمقراطي لإقامة أسبوع التضامن مع العراق. وكان دعينا فيه كان الحزب الشيوعي وحزب الدعوة وشخصيات سياسية مختلفة، ذكر من الشخصيات بينها كان خالد التميمي وآخرين. الله صح. وعندما اجتمعنا قالوا لي وماذا عن المؤتمر الوطني الذي يدعو للحضور؟ يدعوهم للحضور فسوينا وفد رحلة إلى المؤتمر الوطني. كان عن المؤتمر الوطني موجود الفقيد هاني الفكيكي رحمة الله عليه والشيخ بحر العلوم وأعتقد لطيف رشيد وآخرين. وتكلمنا عن أهمية إقامة الأسبوع للتضامن مع الشاغل بشكل واسع، أسبوع كامل مختلف الفعاليات من مظاهرات إلى ندوات إلى بوسترات إلى آخره، إلى زيارات السفارات اللي لها علاقة بالشأن العراقي. أسبوع كامل حق. فالفقيد هاني الفكيكي قال والله إحنا ما عندنا مانع بس على شرط أنه السيد بحر العلوم يصير رئيس اللجنة، وإذا ما يتوافقون يصير رئيس اللجنة إحنا ما نسعى. فأنا قلت والله هذه اللجنة ديمقراطية ورئاسة اللجنة ما عندنا، عندنا منسق، هذا المنسق منتخب، وإذا سيد يحب يتفضل أنا أول واحد أنتخب. وهنا تدخل الفقيد السيد يوم فقال لا، فالتفت إلى الفكيكي أنت لا تتكلم بي، أنا سأحضر اللجنة التحضيرية سأساهم معكم، ولا أود أن أكون لا رئيسا ولا منسقا ولا سكرتيرا، عضو من أعضاء هذه. وحضر الاجتماع وهو كان يعرف انه يعني جماعه المؤتمر ما عجبتهم قضيه اسبوع التضامن لانه سبق وان فشلوا في اقامه مظاهره كبيره، فكان اراده يفيدون، بس السيد احس بالموضوع فقال لا احضر واقترحت ان السيد يكون رئيس، قال ابد واستمر في حضور جميع الاجتماعات وساهم في التخطيط وساهم، وحتى الكلمة التي ألقيت في الطرف الأخر ألقاها الدكتور إبراهيم بحر العلوم. يعني أعجز عن الكلام، أعجز عن الكلام من الإشارة إلى تسامحه، سعة نظره، نظرته الإنسانية للأمور. يقول في كلمة ألقاها في اتحاد الديمقراطيين حول الموقف من الباحثين، والناس مع هذا الكلام، والعنف يقول فقيدنا إن القول الشائع معالجة العنف بالعنف أو إبادة الممسوخ أو فسح المجال للثار أمر ليس بالسهل قبوله ولا في المنطق الإنساني تقران لهذا المنطق. ثم يروح إن من ارتكب جرائم القتل أو الاعتداء أو من أصدر من هذه الأوامر يقدم لمحاكمة عادلة. نظرته إنسانية واسعة تشمل حتى من يكرهه. لا للثأر، لا 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 للقتل مقابل القتل، لا نستطيع أن نبني مجتمع بهذه الطريقة، لا نستطيع أن نبني وطن بهذه الطريقة. هو استشف هذا الموضوع منذ زمان بعيد، وهذه المشكلة اليوم لا تزال قائمة. لم نستطع أن نفهم فكرة السيد محمد بحر العلوم في كيفية العمل المشترك مع الآخرين. وهو
وقوله المأثور إن المصلحة الذاتية طغت على المصلحة العامة. لم نكن نتفق على كل شيء، اختلفنا على قضية، اختلفنا على قضية تطبيق القرار 680، وكان يعتقد أن تطبيق القرار 680 يعني التفاوض مع النظام، وقلنا لا. وأذكر جلسة طويلة استمرت ساعات، كنت أنا والفقيه الدكتور تحسين المعلى وآخرين، وشرحنا له بالتفاصيل كيف أن 688 لا يعني المفاوضات، واقتنع أخيرا. والنقطة الثانية اللي اختلفنا فيها موضوع رفع الحصار الاقتصادي عن العراق، وهذه رفض أي تفاهم بها وقال القضية الأساسية والجوهرية في وجهة نظري هي إسقاط النظام القائم، ولا أشياء تلطف حياة الناس اليوم وغدا بعد غد تحت نظام الحصار. وهذه كانت سؤالي، واحترموا هذه أخويا أنه القضية الأساسية والجوهرية هي الخلاص من نظام الحصار. نقدم ضحايا، نقدم مآسي، صحيح، بس يجب أن نعمل على إسقاطها. وهذا كان موقف أحزاب أخرى، ليس موقفنا الآخر. كثيرة هي المواقف الفقيدة التي يعبر بها، لا أود أن أقف، لا، هناك أستطيع أن أتكلم ساعات عن أمثلة عديدة، عن معايشتي له وسماع كلامي في القضية، وآمل أن تسنع فرصة أخرى إما للكلام معه أو كتابتي. ليس هناك إنسان كامل، لا نواقص لديه ولا أخطاء، كلنا بشر، ولكننا وفي هذه الأمسية الحزينة نقف أمام شخصية فذة في تاريخ العراق الحديث، نؤمنها لنتذكرها لتبقى معنا. إن لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا للأستاذ فاروق رضاعة. شكرا له على شهادته. ونطلب الكلمة الآن من سماحة السيد مضر الحلو ليقدم شهادته. فليتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما أبنته لأزيده شرفا، ولكن لفظة المصدور من الصعوبة بمكان أن يقف الإنسان مؤبنا لشخصية لقامة سامقة كقامة السيد بحر العلوم. في الحقيقة يعز علي أن أقف مؤبنا وأن أقف هذا الموقف، ولكنه شيء من الوفاء لهذه الشخصية التي وددت الإشارة إلى أكثر من نقطة قد سبقني إليها بعض الأخوة وسوف لن أكرر. كنت ناوياً الحديث عن تواضعه، وقد تحدث الأخ الأحمر، وكنت ناوياً الحديث عن بعض الأمور سبقت، ولكني سأتناول نقطة واحدة وأختصر فيها الحديث عن السيد بحر العلوم، وأعتقدها أنها من أهم المميزات التي ميزت هذه الشخصية. استطاع السيد محمد بحر العلوم رضوان الله عليه
أن يحطم الصورة النمطية لرجل الدين. هناك صورة رسمت من خلال ممارسات، من خلال مفاهيم، من خلال واقع، بعضها حق، بعضها باطل، بعضها صحيح، بعضها غير صحيح. على كل حال تحول، تشكلت هذه الصورة عن رجل الدين، وهي أن رجل الدين لا يقبل إلا اللون الواحد. ولكن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه أثبت من خلال سلوكه، وهذا ما يشهد به القاصي والداني، أنه استطاع أن يستوعب بل أن يتحول إلى نقطة التقاء المختلفين إلى حد التناقض ربما. الكل كان يجتمع كما أشار بعض الأخوة، كان قطب الرحى، فالكل كان يجتمع عند السيد بحر العلوم، كان صدره واسعا، بل أكثر من ذلك أنا أعتقد كان ينطلق من رؤية واضحة، مو قضية مثلا مجاملات أو علاقات اجتماعية أو غير ذلك، أو مصلحة اجتماعية أو مصلحة عمل سياسي إلى آخره. أنا أعتقد أن السيد بحر العلوم كان ينطلق من رؤية واضحة في نظره وفي تقييمه للإنسان، هو كان، أو في نظره للآخر عفوا، هو كان يرى أن الآخر مكملا وليس خصما، فكان ينفتح على كل الآخر، سواء اختلف معه سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو دينيا أو مذهبيا أو طائفيا. سيرة السيد محمد بحر العلوم رضوان الله عليه في الحقيقة كانت غنية جدا، في على الأقل في هذا المحور وفي هذا المجال. بودي أن أشير إلى نقطة تحدث عنها أخي وصديقي الأستاذ غانم جواد، وهي مسألة إيمانه، إيمان الفقيد بالديمقراطية، ومسألة تكييفها دينيا. في تصوري وحسب بعض الحوارات التي كانت تجري معه رضوان الله عليه، أنا أعتقد كان يرى أو كان لا يرى أن الديمقراطية ينبغي أن تكيف دينيا، بل كان ينظر لها بما أنها أداة لإدارة المجتمع، فهي متروكة للعقل البشري، هو يخترع الطريقة التي يمكن أن يدور بها أموره وينشئ بها أموره، كما هي رؤية أو الرؤية التي ينطلق منها المرجع الكبير، المرجع الديني الكبير الإمام السيد السيستاني في رؤيته لهذه المفردة وإيمانه بالديمقراطية. ونعتقد ليس من منطلق أنها مكيفة دينيا أو غير مكيفة دينيا، وإنما من منطلق، هذا فهمي للموضوع، من منطلق كونها، كون هذه النقطة تحديدا أو هذه المفردة تحديدا، كونها من الأمور ومن المسائل التي من صلاحيات العقل الإنساني أن يبتكرها وأن يخلقها، كما يخلق أي مدير في مؤسسة معينة يخلق نظاما لإدارة هذه المؤسسة. لا يشترط أن يكون هذا النظام مكيف دينيا أو لم يكن مكيف دينيا، وإنما عقل الإنسان، هذا الموهبة الإلهية، استطاع أن يبتكر بها الإنسان طريقة جيدة ناجعة لإدارة هذه المؤسسة. وبالتالي أنا أعتقد أن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه كان ينطلق في إيمانه بمفردة الديمقراطية وبنظام الديمقراطية من هذا المنطلق، باعتباره كمفردة استطاع الإنسان، عقل الإنسان، أن يبتكرها لإدارة أمور المجتمع ولإدارة شؤون المجتمع، فهي خارج الدين ولا وليس من داخل الدين. يعني حتى
من هذا لعله يخرجنا عن موضوعنا، حتى من تحدث عن ملائمة الديمقراطية ومحاولة شرعنة الديمقراطية وتقنينها دينيا، أنا أعتقد ذهب بعيدا وحاولوا لي وفي الحقيقة قصر النص على أن يوافق وعلى أن ينسجم مع مفهوم الديمقراطية، ولجأوا إلى آية الشورى ولجأوا، وأعتقد كلها اعتقادا شخصيا كلها لا علاقة لها بالديمقراطية، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا له كلام آخر في محله لا أريد. السيد محل العلوم كان ينطلق في إيمانه بالديمقراطية من هذا المنطلق، نفس هذا المنطلق جعله ينفتح على الآخرين، على المتعارضين المتناقضين المختلفين معه، ويستوعبهم انطلاقا من نورته إلى الآخر. كان يعتقد أنه لا بد من الحوار مع الآخر، لا بد أن تكون اللغة السائدة واللغة الحاكمة على التفاهم مع الآخر وعلى التواصل مع الآخر هي لغة التفاهم والحوار، وليست لغة الإقصاء ولغة التهميش مهما كان ذلك الآخر. هذا ما جعل السيد بحر العلوم رضوان الله عليه هو أن يكون قطبا في أينما حل، هو كان قطب في المجال الاجتماعي، كان قطبا في المجال السياسي، كان قطبا في المجال الثقافي حتى والعلمي، كان قطبا إضافة إلى سجاياه الحميدة، تواضعه، كرمه رضوان الله عليه، روح الأبوة التي كان يتحلى بها والتي تحدث عنها أيضا الأخ أبو هدى كانت واضحة، وهذا ما ترك جرحا عميقا في نفوس من يعرف ومن اتصل بالسيد بحر العلوم، أنه كانت له روح الأبوة. هناك ناس عرفناهم كثيرا وكانت لنا علاقات معهم واتصال معهم، ولكن لم تشعر أن له روح الأبوة عليه. السيد بحر العلوم تفقده لمن يعرفه، تفقده حتى لجزئيات، يعني أنا كنت أحياناً أكون بخدمته، أدعوه إلى بيتي، بيتي في الطابق الثالث ولا يوجد مصعد في البناية، وهو شيخ كبير، رجل كبير، وكان يشق علي حقيقة، يعني يشق علي الأمران، يشق علي أن لا أدعوه ويشق علي أن أدعوه. فكان حينما يأتي أعتذر منه وأتي لمساعدتي، أعتذر منه كوني كبدته وجشمته عناء الصعود إلى البيت، فكان يرفض ذلك ويظهر حبه لهذا الشيء ويظهر رغبته بهذا الشيء ويظهر تعاطفه ويبتسم ويضحك، رغم أنه كان يصعد قليلا ويرتاح في الطريق ثم يصعد قليلا ويرتاح، لكنه كان هذه السجايا وهذه الصفات ربما لا نجدها في شخصية أخرى كشخصية السيد بحر العلوم. لا أريد أن أثقل عليكم، أكتفي بهذا المقدار في هذه المناسبة الحزينة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينزل شآبيب رحمته على روح السيد بحر العلوم ويتغمده بواسع الرحمة والرضوان، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ومحبيه الصبر والسلوان. ونشكر مؤسسة الحوار على إتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لسماحة السيد مضار الحلو على شهادته بحق الفقيد سماحة السيد العلامة الدكتور محمد بحر العلوم، وشهادة أخيرة يقدمها الدكتور علاء الحسيني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الله محمد. الشكر موصول إلى مؤسسة الحوار التي رعاها سماحة السيد الفقيه الكبير سيد الصدر في العراق، ولجهود أخينا العزيز.
الأستاذ غالي الجواد على الاستضافة بهذه الأمسية تعبير للوفاء للفقيد الراحل العلامة الكبير الدكتور السيد محمد بحر العلوم. جمعتني مسيرة طويلة مع سماحته منذ هجرته خارج العراق عندما أعلن النظام البائد تهمة الجاسوسية ضد الوجه البارز والسفير الجوال لمرجع الطائفة آنذاك السيد محسن حكيم قدس سره. وكان السيد محمد بحر العلوم بمعية السيد محمد مهدي الحكيم منذ الشباب منذ الطفولة، ولهذا المسيرة كانت مشتركة. ومن باب الوفاء عندما نذكر السيد محمد بحر العلوم لا بد أن نذكر مسيرته وهجرته ونشاطه بمعية السيد الشهيد السعيد محمد مهدي الحكيم. هناك وقفات لا يسع المجال لطالب تعطينا ملامح عن مرونة السلوك العلمي والسياسي والثقافي للسيد الفقيد. ذكر لي أنه في أحد الأمسيات أرسل عليه السيد محسن الحكيم في أواخر الخمسينات وبداية الستينات عندما ظهرت لافتات في شوارع النجف الأشرف وهي تحمل شعارات الند اليساري آنذاك، كما تعرفون كان هناك تأثير قوي للأممية والأفكار اليسارية والشيوعية في العراق الأيام الأولى لثورة عبد الكريم قاسم. فاختلى به السيد المرجع وطلب منه الاستعانة ببعض شباب النجف لمعالجة هذه الظاهرة، أو على الأقل رفع شعارات إسلامية في قبال هذه اللافتات. والسيد محمد بحر العلوم يذكر لي كان هناك جماعة من شباب العراق في النجف وفي كربلاء وفي بغداد لهم بداية تنظيم إسلامي، وكان يتصل معهم في الوقت اللي كان بقية الشخصيات تتجنب اتصال مع هؤلاء الشباب الحركيين، وهم شباب المسلمين العقائديين وكذلك شباب المسلم الذي كانوا تحت تربية ورعاية وريادة مؤسس الحركة الإسلامية آنذاك الفقيد الشيخ عز الدين الجزائري. فالشيخ يذكر ذكرت للسيد محسن الحكيم هذه المعلومة وهو يعرف بها وسأله هل لك علاقة عملية وصداقة مع هذا الشخص وجماعته، فأجبته بالإيجاب. وكان شيء غريب أن السيد الله يرحمه لم يتوقع من السيد محمد بحر العلوم له هذه العلاقات مع الشباب. وفعلا يقول ذهبت بعد منتصف الليل إلى الشيخ عز الدين الجزائري في غرفته المتواضعة وكان له مدرسة والده، وطلبت منه الاستعانة ومعالجة هذا الموقف بطلب خاص من مرجع الطائفة. فأمهله 24 ساعة وفعلا خلال 24 ساعة نزلت اللافتات التي كانت تثير شعر أهل النجف، ورفعت لافتات إسلامية وطنية عامة تعبر عن ما كان يحدث في العراق آنذاك. وكان السيد يذكر هذا بفخر كدلالة على أن علاقاته كانت واسعة مع كل الكتل الوطنية آنذاك من يساريين وإسلاميين وغيرهم، يضاف إلى ذلك علاقة التاريخية برموز الحركة الكردية في كردستان العراق، وهذا شيء معروف ودلت عليه الأحداث بعد سقوط النظام البائد. الوقفة الأخرى كانت نشاطاته في الكويت بعد أن أجبر على ترك العراق وعمل قاضيا في الكويت لفترة قبل أن يجبر على النزوح إلى بريطانيا خوفا من الاغتيال. فكان ديوانية البيت الذي يسكن فيه هناك مفتوحة لكل الشخصيات الثقافية والدينية والسياسية الكويتية من عرب وغير عرب ومن سنة وشيعة،
لما أتى إلى لندن كان هناك كان هنا ضيف على أحد الأخوة التجار الكويتيين، هيئ له السكن وما يحتاجه من مصارف، وفعلا بدأ اتصالنا فيه خلال بداية الثمانينات عندما طرحت عليه مشروع الكفوات الإسلامية الكفوات الوطنية العراقية، وكان سباقا إلى المساهمة في العمل في نشاطات هذه الهيئة. وكنت وقتها أتردد باعتبار رجل دين كبير ما معهود كما شاء سماحة السيد مضر حلو أن يكون رجل الدين في تواصل مع هذه المجاميع وهم شباب يعيشون الحياة الأوروبية رغم أنه متدينين، ولكن قد يكون إحراج بالنسبة له تاريخه ووضع العلمي، ولكن رأيته سباق وإيجابي في أن يتعامل مع هذه الهيئة وكأنه واحد من أفرادها، وكان يهمه كل صغيرة وكبيرة وكل تطور تتعرض له هذه الهيئة. هذا إذا دل شيء فإنما دل على كونه رجل ديناميكي ويحب أن يتعامل مع روح الشباب رغم الفارق في العمر. وكان دائما يذكر أن هؤلاء الشباب نشأوا بعيدا عن أجواء النجف وكربلاء وقد لا يفهمون ما مر به أهل العراق خلال الخمسينيات أو الستينيات، ومن واجبنا أن نحتك معهم ونعيش معهم التاريخ العراقي الحي حتى نفجر الطاقات من أجل المواصلة في مقارعة الدكتاتورية التي فرضت على العراق. يضاف إلى ذلك علاقته بمختلف الشرائح المعارضة العراقية آنذاك، وكيف كان سباق لمشاركة في الاجتماعات المعارضة، وكان من المؤسسين لنشاطات كثيرة خاصة عندما حصل الانفراج السياسي النسبي بعد احتلال صدام المقبور إلى الدولة الشقيقة الكويت، وكانت هناك وفود واجتماعات ومؤتمرات وندوات تعقد بشكل متكرر، وكان منطلق من مركز أهل البيت الإسلامي في جنوب لندن. صور كل إخوان عندهم معرفة بهذا المكان، إلى الدرجة أنه النظام السابق كان يحذر من يحصل على رخصة سفر إلى الخارج إلى بريطانيا أن يتعهد بعدم زيارة مركز أهل البيت الإسلامي في لندن، لأنه كان هو معقل المعارضة وكان معروف الرمزين القويين في هذه المؤسسة هما سيد سعيد محمد مهدي الحكيم وفقيدنا الراحل السيد الدكتور محمد بحر العلوم. وتوجد هذه النشاطات بمؤتمرات كانت هي اللبنة للمعارضة التي استطاعت أن تكسب انتباه المجتمع الدولي للعمل لإطاحة بالنظام وتغيير إلى نظام عراقي ديمقراطي برلماني. يضاف إلى ذلك ما كان يهتم سماحة السيد الفقيد بمعاناة الجالية في بريطانيا، وكان يتابع نشاطات الجالية متابعة دقيقة، وكان يهتم بالمشاكل العائلية التي تتعرض لها العائلة العراقية في المهجر، وكان إلى مواقف في معالجة هذه المشاكل وتسهيل أمور كثير من إخواننا الذين كانوا يعيشون في هذا البلد ولا يزالون. فمساهمته في تخليص العراق من النظام الدكتاتوري الدموي واضحة لا تحتاج إلى توضيح، كذلك مساهمته كأول رئيس لمجلس الحكم في العراق وتأكيد على الدور الأساسي لبناء النظام الديمقراطي الشمولي في العراق، وكذلك إعطاء الأقليات حقوقها المشروعة وبالأخص الأخوة الأكراد، كان معلم من معالم النشاط السياسي. وفي أيام الأخيرة عندما حل في بريطانيا كان لي شرف لتابع معالجة الفقيد في الأسابيع الأخيرة من حياته، وكان يذكر دائما كيف أن كان ضميره مرتاح لأنه أبلى معظم وقته وجهده وعصارة خبرته وعلمه من أجل تخليص العراقيين
من الظلم الذي حل بهم والمساعدة في إحلال النظام الديمقراطي الذي يحقق طموح الجميع. وللأسف لم يمهل المرض كثيرا ولم تكن هناك استجابة للعلاج الذي وصف له، وفضل الرجوع إلى مسقط رأسه ومحط رحاله النجف الأشرف حيث كان مثواه الأخير. فسلام عليه يوم ولده ويوم جاهد من أجل الحق والعدالة ويوم يبعث حقا. وإلى روح الطاهرة الشريفة نرجو قراءة الفاتحة. بسم الله. وأشكر لكم على حسن الاستقاء. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. وبشهادة الدكتور علاء الحسيني نأتي على ختام هذه الجلسة، جلسة تأبين فقيد العراق وفقيدنا العلامة الراحل السيد الدكتور محمد بحر العلوم. شكرا لحضوركم ونتمنى أن نتواصل في الأسابيع المقبلة في أمازيغ. السلام عليكم.